بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الحضور الكريم، سيناء الأرض المباركة، ملتقى الحضارات، مهد الأديان السماوية، قلب العالم، مفتاح فهم الماضي وبناء الحاضر وصنع المستقبل لبناء جمهورية جديدة. فكان توجيه سيادتكم بتنفيذ مشروعات البناء والتنمية والتعمير بالتزامن مع القضاء على قوى الشر لمد جسور التنمية إلى سيناء منهجا لنا نستلهم منه العزيمة والإصرار، وكان هو الأساس والدافع لنا على الإنجاز من أجل مستقبل أفضل وغد مشرق بالخير. واعتبارا من 30 يوليو 2014 تم تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والتي بلغت إجماليها 460 مشروع بتكلفة إجمالية 480 مليار جنيه. شملت جميع المجالات التنمية في سيناء، تم الانتهاء من تنفيذ 340 مشروع وجاري تنفيذ 102 مشروع ومخطط تنفيذ 18 مشروع. في مجال الطرق والأنفاق والكباري والمطارات والموانئ، تم تنفيذ العديد من محاور الطرق لربط شبه جزيرة سيناء بمحافظات الجمهورية. تم تنفيذ 60 محور وطريق بأطوال 1600 كيلومتر، وجاري تنفيذ 23 محور بأطوال 420 كيلومتر، ومخطط تنفيذ 7 مشروع بأطوال 440 كيلومتر، بإجمالي أطوال 2460 كيلومتر، لعدد 90 محور وطريق بتكلفة إجمالية 69 مليار جنيه. في مجال الأنفاق، تم إنشاء 5 نفق للسيارات أسفل قناة السويس بإجمالي أطوال 25 كيلومتر وتكلفة إجمالية 35 مليار جنيه. وفي مجال الكباري، تم رفع كفاءة ازدواج كوبري سكة حديد الفردان القائم، وجاري إنشاء كوبري جديد مزدوج أعلى قناة السويس الجديدة بطول 640 متر وعرض 11 متر وارتفاع 65 متر بإجمالي تكلفة 2.3 مليار جنيه. في مجال الموانئ الجوية المدنية، تم تنفيذ مطار البردويل بالمليز لاستيعاب 300 راكب ساعة، وتطوير منشآت مطار شرم الشيخ الدولي لاستيعاب 5000 راكب ساعة. جاري تطوير مطار العريش المدني لاستيعاب 600 راكب ساعة بتكلفة 2.5 مليار جنيه. جاري تطوير المطار المدني بسانت كاترين لاستيعاب 600 راكب ساعة بتكلفة 2.3 مليار جنيه، لتصبح إجمالي التكلفة 11 مليار جنيه. في مجال الموانئ البحرية التجارية، جاري تطويل ميناء العريش البحري على مساحة 542 فدان بتكلفة 4 مليار جنيه، يشمل أرصفة بحرية بإجمالي أطوار 1165 متر طولي زائد 2 حاجز أمواج بإجمالي أطوال 1750 متر طولي. وفي مجال الإسكان والتجمعات العمرانية والتنموية، تم تنفيذ 51 مشروع وجاري تنفيذ 4 مشروع ومخطط تنفيذ 5 مشروع بإجمالي 63,000 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية 60 مليار جنيه. ومن أهم مشروعات الإسكان التي تم تنفيذها بسيناء إنشاء عدد 2 مدينة جديدة، مدينة إسماعيلية الجديدة بطاقة إجمالية 33,000 وحدة سكنية، ومدينة سلام مصر شرق بورسعيد بإجمالي 4,400 وحدة سكنية، وجاري إنشاء مدينة رفح الجديدة بإجمالي 11,300 وحدة سكنية. تم الانتهاء من 1,344 وحدة سكنية منهم، بالإضافة إلى إنشاء 9,100 وحدة سكنية كالآتي: 2,130 وحدة سكنية بالمساعيد بمدينة العريش، 6,970 وحدة سكنية بمحافظة جنوب سيناء، ومخطط إنشاء 3,000 وحدة سكنية بمدينة شرم الشيخ. في مجال إنشاء التجمعات التنموية، تم الانتهاء من المرحلة الأولى لعدد 18 تجمع بدوي سكني زراعي بإجمالي 1,200 بيت بدوي. تم حفر 289 بئر مياه بأعماق تتراوح من 300 ل 1000 متر طولي لاستصلاح مساحة 10,610 فدان، إنشاء 4 قرية للصيادين بمنطقة إخزوان على بحيرة البردويل بإجمالي 200 منزل. في مجال الرعاية الصحية، تم تنفيذ 30 مشروع وجاري تنفيذ 2 مشروع
بإجمالي 32 مشروع بطاقة إجمالية 1000 سرير بتكلفة إجمالية 3.5 مليار جنيه. ومن أهم المشروعات التي تم تنفيذها إنشاء 2 مستشفى بمنطقة بئر العجل ونخل بطاقة 135 سرير، ورفع كفاءة 9 مستشفى بطاقة 625 سرير، إنشاء وتطوير شامل لعدد 16 مركز طبي ووحدة صحية بمدن ومراكز محافظة جنوب سيناء، كما تم الانتهاء من إنشاء المعامل المركزية للسلامة الغذاء والحد الزراعي بميناء نويبع. في مجال الإمداد بالمياه والصرف الصحي والكهرباء، تم تطوير البنية التحتية للإمداد بالمياه والصرف الصحي والكهرباء لاستيعاب المشروعات التنموية والزيادة السكانية الحالية والمتوقعة. ففي مجال تطوير شبكات الإمداد بالمياه، تم تنفيذ 25 مشروع وجاري تنفيذ 6 مشروع بإجمالي 31 مشروع لإضافة 450 ألف متر مكعب يوم مياه شرب بتكلفة إجمالية 20 مليار جنيه. ومن أهم تلك المشروعات إنشاء 23 محطة تحلية لمياه البحر بطاقات تتراوح من 10,000 حتى 150 ألف متر مكعب يوم، إنشاء محطة ترشيح مياه بطاقة 70 ألف متر مكعب يوم قابلة للتوسع إلى 140 ألف متر مكعب يوم بمدينة الإسماعيلية الجديدة، تطوير شبكة مياه الشرب بمدينة العريش بإجمالي أطوال 9900 كيلو متر، وجاري إنشاء 3 رافع مياه بمدينة العريش بمتوسط طاقة 7000 متر مكعب يوم للرافع الواحد. في مجال تطوير شبكات الصرف الصحي، تم تنفيذ 8 مشروع وجاري تنفيذ 6 مشروع ومخطط تنفيذ 1 مشروع بإجمالي 15 مشروع بتكلفة إجمالية 33 مليار جنيه. ومن أهم المشروعات المنفذة لاستغلال مياه الصرف المعالجة في أعمال التنمية، إنشاء محطة معالجة ثلاثية بالاعتماد على مياه مصرف بحر البار بطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب يوم ونقلها لترعة الشيخ جابر، إنشاء محطة معالجة ثلاثية لمعالجة المياه مصرف المحسمة طاقة 1 مليون متر مكعب يوم، إنشاء محطة معالجة مياه صرف الصحي ثنائية بمدينة الطور بطاقة إنتاجية 10,000 متر مكعب يوم، وجاري إنشاء محطة معالجة مياه صرف صحي ثلاثية بمدينة رفح الجديدة بمحطة بطاقة إنتاجية 3,000 متر مكعب يوم. في مجال الإمداد بالكهرباء، تم تنفيذ 10 مشروع بتكلفة إجمالية 3.5 مليار جنيه لرفع كفاءة شبكات الكهرباء بمدن العريش الشيخ زويد ورفح، وتوفير التغذية الكهربائية لمحطات معالجة مياه مصرف بحر البار والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد. في مجال الزراعة والاستصلاح الأراضي، تم تنفيذ 13 مشروع وجاري تنفيذ 8 مشروع ومخطط تنفيذ 3 مشروع بإجمالي 24 مشروع بتكلفة إجمالية 68 مليار جنيه. ومن أهم تلك المشروعات إنشاء صحارتي سرابيوم والمحسمة أسفل قناة السويس بالإضافة إلى 6 صحارة امتداء لمصرف بحر البار للانتهاء من تأهيل وحفر 20 بئر مياه بمطار العريش وجاري تنفيذ 63 بئر مياه، استكمال البنية الأساسية لمأخذ المياه على ترعة الشيخ جابل لاستصلاح 90 ألف فدان بمنطقتي ربعة وبئر العبد، جاري إنشاء خط لنقل المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البار بطول 108 كيلو متر لاستصلاح مساحة 270 ألف فدان بشمال ووسط سيناء، جاري رفع كفاءة وتطوير قناة مصرف جلبانة لاستصلاح مساحة 7,000 فدان ولتقليل الفجوة الغذائية وزيادة مصادر إنتاج الإغذاء. تم إنشاء أحواض استزراع سمك بمنطقة شرق بورسعيد بإجمالي 5900 حوض على مساحة 13,000 فدان بتكلفة 15 مليار جنيه. في مجال التنمية الصناعية، تم تنفيذ العديد من المشروعات الصناعية لخلق فرص عمل وجذب مزيد من السكان والاستفادة من الموارد المحلية بسيناء وتعظيم القيمة المضافة لتلك الموارد. لقد تم تنفيذ 6 مشروع وجاري تنفيذ 4 مشروع ومخطط تنفيذ 4 مشروع بإجمالي 14 مشروع بتكلفة إجمالية 38 مليار جنيه. ومن أهم تلك المشروعات إنشاء الميناء التجاري بمنطقة شرق بورسعيد ويشمل 10 رصيف بحري بإجمالي أطوار 5 كيلو متر، 8 ساحة تتاول للأرصفة بتكلفة إجمالية 9 مليار جنيه، جاري تنفيذ أعمال البنية التحتية للمنطقة الصناعية شرق بورسعيد بتكلفة 14 مليار جنيه،
كما تم الانتهاء من زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع العريش للأسمنت من 3.7 إلى 6.9 مليون طن سنويا، بإضافة 2 خط إنتاج. في مجال المنشآت التعليمية تم إنشاء وتطوير 49 جامعة ومدرسة ومعهد ومقر إدارة تعليمية، وجاري إنشاء 5 جامعة بمختلف التخصصات بإجمالي 54 مشروع بتكلفة إجمالية 21 مليار جنيه. تم إنشاء جامعة الملك سلمان بمدن رأس سدر، الطور، شرم الشيخ، وجاري إنشاء 2 جامعة أهلية، شرق بورسعيد والإسماعيلية الجديدة وجامعة سلام مصر للتكنولوجيا بشرق بورسعيد. تم تنفيذ 26 مدرسة و9 مقر للإدارات التعليمية. تم إنشاء 2 مدرسة مصرية يابانية بمدينتي الإسماعيلية الجديدة والطور، كما تم رفع كفاءة وتطوير 9 مدرسة ومعهد أزهري بمدن العريش، الشيخ زويد، رفح. في مجال المنشآت الرياضية تم إنشاء الصالة الرياضية بمدينة العريش سعة 2000 متفرج، وجاري إنشاء 2 معسكر شباب بطاقة إجمالية 1600 شاب وفتاة بمدينتي رأس سدر والطور بتكلفة إجمالية 510 مليون جنيه. سيادة الرئيس، اسمحوا لي أن أتقدم بخالص الشكر إلى رئاسة مجلس الوزراء وكافة الأجهزة الدولة الذين كانوا وما زالوا نعم العون في سبيل سرعة إنجاز تلك المشروعات في التوقيتات المحددة. كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها الكامل خلال تنفيذ تلك المشروعات على الوجه الأكمل، كما أتوجه بالشكر للمكاتب الاستشارية والهندسية والشركات الوطنية التي ساهمت في تنفيذ تلك المشروعات بجودة عالية، والشكر كل الشكر لأهالي سيناء الحبيب على معاونتهم الصادقة لنا في مهمتنا. فما كان لنا أن نحقق هذا الإنجاز بدونهم، نقف معا سدا منيعا ضد قوى الشر ولكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وسلامته. ولا أنسى أن أتوجه بالشكر لزملائي وأبنائي من رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الذين كانوا وسيظلون دائما أهل للثقة ورمزا للتحدي والإصرار، قاطعين العهد على أنفسهم أن يواصلوا الليل بالنهار، مستمدين العون من الله ومن ثقتكم الغالية بهم، واضعين نصب أعينهم ثقة شعب مصر في قواته المسلحة، حاملين شعار يد تبني ويد تحمل السلاح. سيادة الرئيس، نعاهد الله ونعاهد سيادتكم على بذل الغالي والنفيس من أجل استكمال مسيرة التنمية ورفعت وطننا الغالي. عاشت مصر قوية أبية مصانة، وحمى الله شعبها من كل مكروه وسوء، وفقكم الله ورعاكم وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي أوامركم.